كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. مرحبا بكم من جديد. 9:36 نحكيو على ملف وفاة مستربة لسجين في المستشفى الجهوي بجندوبة. في الإطار هذايا نستقبل معنا رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجندوبة سي الهادي بن رمضان. صباح الخير ومرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. صباح الخير ومرحبا بكم الكل ومرحبا بكفا فهم. مرحبا سي الهادي، وفاة مستربة لسجين شاب بسجن جندوبة، كان تعطينا أكثر التفاصيل على الحادثة هذه وانتم كنتوا أصدرتوا بلاغ في الغرض. باهي، أول حاجة بنتني احنا نهار السبت في الليل، معناها راقد مش راقد متكي في الدار، كلمني واحد من تسمع فيها. الو نسمع فيك سي الهادي. متكي انا في الدار، يكلمني واحد قال لي راهي ثم مداهمات وثم تحركات في حي، هو حي يسموه حي الهادي بالحسين اوفيسيلمون في جندوبه، وبالنسبه للعوام يسموا فيه الملجا الكحله، الاسم واضح يعني متاع حي شعبي متاع ناس زاولة، فهمتني ولا لا؟ مشي سنة قابلنا واحد عاش الأحداث هذيك في العشر متاع الليل، يعني خرجنا لبسنا بلاجنا خرجنا قابلنا بقينا معه حتى الأحداث، حكينا عن الأحداث كيفاش صارت، فهمتني ولا لا؟ كيفاش صارت الأحداث؟ قالك هي ثم واحد في السجن موقوف عنده 10 أيام هزول السبيطار توفى، هذه الملخص توم بعد نفسركم. كي توفى من إدارة السجن ما علمتش العائلة بالوفاة وأسبابها لحد شيء، الناس تململت وكل شيء تحركت وحاولت باش تحتج، لقيت تصدي من طرف قوات الأمن شوية زاد كثر العدد وأغلبهم من القصر والشباب في الليل، معناها 10 متاع الليل كيكا، وحاولوا باش يهجموا على مركز الأمن، تصدى لهم الأمن بكثافة هم برشا، ومن بعد قص الضوء وتسركلت الحومة الكل وبومبا كريموجين وضرب ومضروب، ما نعرفوش بالضبط شنو وقع. ومن بعد الناس كلها دخلت لديارها، ثم بعض واحد يقف قدام دار ولا حاجه يشدوه ولا يدخلوا للديار ساعات وشدوا مجموعه من الشباب والاطفال خاصه. احنا كي سمعنا الكلام هذا مشينا غاديك دورنا تقريبا مع ال 11 هيك دورنا في الحومه كامله، ما ثم حتى واحد، ثم كان حاويات محروقة، ثم حجر في السكياس كيف متناثر، ومن بعد ندور لقينا الخيمة متاع العزاء متاع السيدة ذي اللي توفى. مشينا للعائلة هذيك قابلناهم، هذوك هم البرك الموجودين في واحد قرابة يكون 10-15 نفر من بينهم البول والكل، معناها واحد بدو يحكونا كيفاش. قال لك السيد هذا لبس عليه، مشى هم الحس ما يقولوا لبس عليه ما وقع له حتى شيء، مشى للحبس تشد في قضيه، احنا ما يهمناش القضيه خاطر مشكلتنا مش هذيك مع القضاء دبر راسه، واذا كان عمل لي يخلص كما نقولوا نحن. ومن بعد كيفاش في قابلونا الاربعاء قبل نهار السبت، قابلونا الاربعاء يضحكوا لبس عليه وقالوا ما أموري لباس وإن شاء الله نخرج وماشي حكاية فارغة وإلى آخره. نهار السبت ثم واحد بالحومة عنده بيو مريض في حالة، رجل كبير مشى في الليل غاديكا شوية رأى الوليد هذا شاب هو اللي توفى خير معناها يبلغ من العمر 19 سنين. أي شاب يعني أي صحيح. رأى هزين وزوز بوليسية وواحد شاد من تاني وهو مسلسل من قدام من يديه ومن رجليه. كلم العائلة قال لهم راه ولدكم في السبيطار وكذا، شو يجروا؟ جو كي جو حبوا يشوفوه ما خلوهمش، قال لهم لا ممنوع ولا آخره.
كل شيء. وروه قال حسمه قال روه من بعيد قال ورينا في حالة معناها في النزع الأخير كما يقول نحن. قال لهم كيفاش وكيفاش؟ قال لهم ما تكلموش وبعدوا علينا وما وإذا كان جون طبعا نعملوا له نقلة للبلا صخرة بعيدة سليانة ولا حاجة حصل. وبعدوا يبقوا كل شيء وبعد روحوا الصباح. جتهم كرهبة متاع أمن كرهبة أمنية مش التجنة حسب ما يقولوا هم. قلت لهم البركة فيكم بروا باش تاخذوا الأوراق. مشوا صباحنا لحد الصباح. جاء السيد وكيل الجمهورية عاين الجثة وآذن بفتح تحقيق وتشريح الجثة. وبعد التشريح أعطوهم الجثة وأعطوهم الأوراق. بين الأوراق أنا عندي أعطوهم شهادة طبية أولية مش مكتوب فيها، مكتوب فيها أري كاردياك. وأري كاردياك هذا مش سبب الوفاة، عمره ما يكون سبب الأري كاردياك. هذا طبيب معناها عمومي باش يدفنوه فقط. قالوا لهم قالوا لنا تو هاو تو التشريح يوضح يعني كان ثم حاجه نشوفوها. حسب ما حاولوا باش يقابلوا طبيب التشريح ما قابلهمش، ما قابلهم حتى حد، لا اداره السجن علمتهم لا حتى شيء. فهمتني ولا؟ الشيء اللي خلاهم يشكوا، انا سالتهم سؤال قلت لهم بعد ما تحصلتوا على الجثه شفتوش تماشي اثار زروقيه مثلا ضرب ولا حاجه وكذا؟ قالوا لا. ثم كان بلاصة المنوت نتاع يدي وبلاصة رجلية زروقية، هذوك فيهم برشا زروقية ما يفارع ولا حاجة باش يحلوا العشاء اللي يحصلوا. هذايا الحكاية كيف هم ما إدارة السجن ما علمتهمش ما عملت لهم حتى شيء كل شيء. الناس شكت اعتبروا انها هي وفاة مستربة معناها ولا ولا شنو احنا تو من بعد كيف الناس شكت وسمعت الحكايه خاصه الشباب والاطفال واصحاب وكل شيء عملوا تحرك احتجاجي على الحكايه هذه. ونتيجه التحرك هي اللي فما حاجتين مهمين ياسر. هي بعد ما تحركوا دخلوا للديار بعد التحرك، ما شدوهمش في حال تلبس، دخلوا للديار وشدوا شباب شدوا طلبه. فما سته تو اللي عندنا امس برك تعدوا على حاكم تعدوا على وكيل الجمهوريه امس 10 من الناس اللي بقاو صافي تو. عندك سته طلبه زوز قصر زوز تلامذه يقراوا في الليسي قصر هذوما وزوز كبار واحد مشدود واحد في حاله فرار 10 تو اللي بقاو. عينوا لهم نهار 7 نوفمبر للسماع المتهمين بطلب المحامي. قال لهم خلينا نسمعهم توا مع حكم تحقيق. قال له لا خلينا المحامين نشوفوا الملف وكل شيء، ماذا بين نطلبوا تلاقوا صراحهم ومن بعد نشوفوا الملف ومن بعد نتفضوا ابحثوهم. ونهار 18 نوفمبر بالنسبه للطلبه. التهم معناها خطيره جدا. فاش تمثل سي الهادي التهم هذه الموجهه للعشره اللي تم ايقافهم على خلفيه الاحتجاجات اللي صارت بعد وفاه الشاب المذكور؟ اي خطيره معنا نتاع كيما نقولوا مباشر ولا هي مازال توا مش نتاع حكم تحقيق ما تعرف فهمتني. الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي، المشاركه والعصيان الصادر من اكثر من 10 افراد، تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص، الاعتداء المدبر لحريه الجولان ليلا، الاضرار عمدا بملك الغير، احداث الهرج والتشويش، رمي مواد صلبه الى اخره. انتم سي الهادي شنو الاجراء والا التحرك نتاعكم في هذا الاطار في اطار ايقاف في هذا الاطار؟ احنا عندنا محامين صحيح، المحامي تاعنا تابع جندوبه فرع جندوبه عضو هيئه مديره توا استاذ قيس المحسني عنده الملف وقاعد يتابع فيه. بقى احنا مازلنا ما طلعناش عليه الملف راه. شفنا كان تهم مازال ما كي يتعدى الحاكم السيد حاكم تحقيق ومن بعد نشوفوا ونعرفوا شنو هي الحكايه وكل شيء. سيد حاكم سيد وكيل الجمهوريه سيبهم، علاش سيبهم تقول انت؟ التهم هذه كلها وسيبهم. هي حسب ما فهمت انا راهي ماهوش
خاطر ما شدهمش وقت مش اون فلاغرون ديلي كيما نقول احنا، شدهمش وقت الاحداث، شدهم بعد الاحداث. شكون قال هما يعني ربما يكونوا غيرهم ناس اخرين. واضح السي الهادي بالرضا. انا عارف كان مجروبين ثم معلومات اخرى ولا اي ماذا بينا؟ ثم حاجه معناها سمعناها نحن وتقريبا متاكدين منها مع الاسف الشديد، ثم امني تضرب جروح معناها كبيره على راسه حسب ما قيل. احنا نتمناو له الشفاء العاجل ونرفضوا اذا كان صحه الحكايه. احنا مع التظاهر السلمي هذاك ولا سبيل الى منعه، ولكن لا سبيل زاد الى استعمال العنف سواء كان ضد الامن من الطرفين. صحيح، يعني اذا مواطن يضرب امن احنا ضده، والامن يضرب مواطن احنا ضده، احنا ضد العنف مهما كان سببه مهما كان مأتاه. قاعدين نتبعوا توا احنا في القضيه وحديثي بقيه. قال لك احنا شنو توا نلخصها السبب هو الدولة، علاش؟ وإدارة السجن بالذات، تعالوا نقولها لك حسب رأينا. لو كان مدير السجن وقت اللي هو توفى السيد هذا ما في ذمتهم هو حتى ولا يعيط للعائلة يقول لهم بركة فيكم وقضاء وقدر وحاجة ربي وكل شيء واحد وكل شيء. أي سيدي هاو احنا فتحنا تحقيق، هاو السيد وكيل الأمور يبحث، هاو شو اسمه الطبيب الشرعي قاعد يبحث، واحنا باش نعملوا بحث إداري واللي يطلع غلط. اذا كان توفى من عند ربي الله يرحمه وربي يصبركم، وكان ثم واحد غلط حتى انا يقول يا خويا نخلص تم محاسبته وانا معاكم. لو كان قال لهم هكا يمتصوا الغضب نتاعهم ويقنعهم وكل شيء يسكتوا، اما انت تسكت شو معناها تسكت؟ احنا عندنا مثل يقول لك خلنا بالجيش حك راسه، يعني علاش تسكت؟ علاش؟ مش خايف انت؟ قولوا لي ثم بحث وكل شيء يا خويا، ثم مسؤولين ولا ثم بوليس ولا حاجه ولا سبيطار ولا تقصير مهني ولا اي حاجه ولا في السبيطار ولا غيره يا خويا، يتحملوا الناس مسؤوليتهم، قتل عمد او غير عمد او ما فماش قتل نعملوا بحث. والحاجه الثانيه المهمه زاد مش نعطيها لك معلومه متاكده، الطبيب الشرعي لحد الان ما حددش سبب الوفاة. النيابة العمومية البارحة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة سي الهادي قالت انه تم فتح تحقيق وانه التقرير نتاع الطب الشرعي اصدر واكد انه حالة الوفاة. لا لا لا, لا, لا سامحني ما قالتش هكاك، ما قالتش عندي انا. شوف قالت ما فماش اثار تعذيب. هذا اللي كنت باش نقوله. اما سبب الوفاة ما قالتش عليه. أنا متأكد وتقرير شرعي ما طلعش مازال، ثم تحاليل أخرى يعملوها باش يكتشفوا حاجة أخرين، ما نعرفش، ما نحبش نستبق أنا الحديث. وكل حال إحنا أنا ما قلتش تعذيب، ما قلتش، شفت الواحد تاعي إذا كان ما توضحش الأمور عند العباد وثم تشد عباد خاطر وقعت حاجة ضربوه بوليس ضربوه ولا حاجة تدخل الديار وتهز العباد، هذا مش معقول. احنا معاه محاسبه اللي يضرب براي، اما زاده ما تحطش امبوك ميسير عبد هكاك تشد وتقول انت هو اللي عملت العمله صحيح ولا اكيد. سي الهادي احنا نحاولوا نتبعوا القضيه هذه معاك. انا قاعدين نتبعوا واخوي انا ما نقول حد شيء توا، انا نقول في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي والتشريح النهائي. حيت ارحم والديك وضحوا العباد واللي واسمع وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته. طبعا هذا المبدأ الأساسي في القانون. ثبتت الإدانة أنا أول من يندد، فهمتني ولا لا؟ ولكن زادة ما نحطش عباد على الشك والظنة، تعرف ولا لا؟ صحيح معقول تو كلامي ولا؟ واضح سي الهادي، شكرا لك على المداخلة نتاعك. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة، شكرا لك على هذه المداخلة. كنا في متابعة لحادثة وفاة مسترابة تتحدث عليها عائلة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، تم إيقافه بالسجن المدني ببلاريجيا بجندوبة، توفي بالمستشفى. النيابة العمومية وإدارة السجن تقول أنه توفي إثر سكتة قلبية، و
أهليه يقوموا بوقفة احتجاجية يتم على أثرها إيقاف 10 أشخاص من طلبة وقصر في انتظار إصدار تقرير التشريح النهائي وتقرير الطب الشرعي النهائي والكشف عن أسباب الوفاة. نتابعوا الملف هذايا مع فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومع رئيس الفرع سيهدي بن رمضان اللي قدمنا تفاصيل حول الحادثة. شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا حتى التوا من 7 متاع الصباح في كابوتشينو. شكرا على حسن